بيرسي طبعا فايرست اوف أهنئك على الفوز وأهنئك على استعادة مستواك، لأن الناس كانت تتوقع منك الكثير عند انضمامك من برايتون للنادي الأهلي، وأعتقد أن هذا وضع ضغوطا كبيرة عليك. لا أبدا، لم يكن هناك أي ضغوط من هذا الاتجاه، ولكن من الجيد دائما أن تكون توقعات الجماهير مني كبيرة، لأن هذا يجعلني دائما على استعداد. ما السبب وراء استعادة مستواك؟ هو وجود حالة من التناغم بينك وبين اللاعبين ومع المدير الفني السيد كولر. السبب الرئيسي في كل ذلك هو أنني لست مصابا حاليا. ما سبب الإصابة؟ كل شيء ممكن أن يحدث في هذه الحياة، وهناك أشياء لا يمكن السيطرة عليها، وهناك أشياء يمكن أن تسيطر عليها، والإصابة جزء من كرة القدم. ما الذي تود أن تقوله باللغة العربية لمشجعي الأهلي؟ شكرا.